هاي عندي ساعة الأوليات زين سويس ميد مكتوب عليه إيه واتر بروف هم ضد المي ضد المي إيه طبعا هذه مشكلتها شنو الساعة مضبوطة مثل ساعة جرينتش أريد أخلص منها المرة مشكلتي ما تحب الساعة أما أعقلها طاير من هالساعة وما تفتهم بيها غير أصلية أروح وين جبت لي طخماخ هالقدة شاكوش هذا احداحدة إيه واحطها على شيء المانا وهي بعض هي لا على وقت هي صارت لك وصلة قلت خلصت منها وأنا باوع لها إيش كان ترجع تلتم من كيفها ورجعت ساعة رابع أصلية لعج عبالي ساعة سحلية هي ورجعت بيدي ساعة طبعاً تلبس نفسها هيجي وترجع هاي شلون خلص منها طبعاً غير جنايت إيه طخماخ ما فادها جن عيني ليش وصيت ثاني قلت لا شلون أخلص منها يابا شلون أخلص من عندها جبت كوسرة قطعتها وصلة سويتها هيجي زين وشمرتها بالزبل رجعت البيت لقيتها على الميز قلت له هاي ما تفيد زبتها للساعة فتحت كان وقف على دجلة روح الله ياش اللي رجعت منه ونزلت منه خلنا خلاص معلك بس البق بق 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 خلصت منها يا بعود خلصت منها شا طلقت البرب اللي وراها ايه الحمد لله ذكرتني بدجلة فد يوم رحنا بالبحر قالوا يا ابا خل روح يا ابا قلنا خل روح شكبية تونس رحنا للمعقل من هناك صعدنا بالباخره باخره عملاقه وراحت بالبحر حلو بالعباب مال البحر زين هناك وكان قبع عاصفه راس التار لقداد قلبتها للسفينه قال لا حبت لها على سلامته اسمع وكان تجي لك موج من هذا المعباك موس وتعاي للسفينه وشرقيها نصين بقصب هي أنا هم زين أعرف أفوج أعرف أسبح قمت أسبح أفوج أطلع نفسي ووصل لك للش اسمه للجرف الجرف تنفسيت أباع العالم كلها ماكو خطيئة قلت خطيئة ولا من ينقذهم وارجع لك أشيت والله ابن البلحة بعد أشيت وأسحب لك واحد وأشيت أسحب لك الثاني وخلص لك كل الركاب خليتهم على هذا أفي عليك هاي الغيرة شيتت وأسمع لك تك 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 هاشي الساعة بعدها تشتغل دائما تشتغل طاب للمعقل للهذي وللبحر مال حجي مال حجي طلع يا عمو قال لك بالبيت ووتر بروف ايه بدك اقول لك هذا ضد الباب بالبيت هسه تشتغل عندي اي عندي لا ترجع لي ابدا ابدا المره تقول لي طلع ولا ارجعها ايه على طاري الباخره بسبع عيلات كان سبع مثل السحليه ما خليت دوله بفريتها ايه السحليه تفتر هيك ازابك قلت خليني اروح رحله هيا ببلجيكا بلغاريا البهيم انا من الكابتن مال السفينه منو؟ خالي خالك سامي؟ هو سابق قبطان همي شبهه يعطيه الصحة والعافية شو انا والله بالطقس بعي فر والدولفينات تسوي مني بهيجي اكل البحر اكل بطل هذا خالي هيا استرخيت انا بالطابق الثاني قاعد واسمع لك حس العياط والبي يفوت عليه لان قرش فات بخشبه هيجي قص صار زرف زرف وشيلوا بسطلات وما يلحقوا شيل بسطلات خالي فر الاستيره فر بوكانه قال الحق لي ابن اختي ابن اختك هالبعرض بعد انا اخذت الغيره بالبحر شو اسوي قال غرقنا قلت له صدق كذب كمل المسير مالتك زين شلون سديت هذا سديت باصبعي للزرف زين وبعد ما وصلناها هيا بي مشت السفينه سوى القرش الملعون مو قرش اندار من ذيك الجهه وكان يبقرها خبيث خبيث باوع كان سبع هيك قلت خالي دوس لها نختك هالبعره امشي والله العاد سمعني القرش غير مكان غير مكان كان ازرق بالنار كان اسدها برجلي ثلاث ظروف مشي قلت له خالي نختك ترى راح بيت حبل بعد دوس لها هو مخالي بصبعه وانا لازم كان سمعني لا تحركها ابوي لا سبهم وكان القرش سمعني كان يبقرها كان صدق أربعة ظليت هيجي لزمني دمار أحك راسي تنتر السفينة بقيت وخالي قلت له خالي دوس شوية نتلح زين شلون تاكل؟ قضيت بالشربة عبالك لا برتها واحد انقار عليه قال ليه بالشربة؟ كان يتحزب حلقن ومحافظ بين ما قح يفوت البوي كله خلي دوسنا خالك خالص ترخى قاعد يمشي عليك قلت له خالي بعد لا تظل تبعبس تمشي دوس لها ايابه وصلتها البناء شنو لقيت رجلي ثلج ثاري عاني صاد قالب بالثلج والرطوبة وصلت الخشبة
عاد خالي لفنا بالبطانية وصفقوا لي وقطعوا الشريط والحمد لله خلصت الرحلة. حمد كل شيء. حمد.